صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يصح القول بأن قوم لوط عليه السلام إخوان له من النسب، مع أنه ترك بلاده وانتقل إليهم عندما ترك بلاده مع إبراهيم عليه السلام؟ من قال هذا؟ من قال أن لوط أنه ترك بلاده؟ الله جل وعلا قال: فآمن له لوط. وأما قوله وقال إني مهاجر إلى ربي، هذا إبراهيم عليه السلام. وقال أي إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي. نعم.